باسم رب الشهداء والزائرين، ونحن نعيش أيام شهرنا السابع على انطلاق انتفاضة تشرين، وبعد كل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي بكافة فئاته العمرية والاجتماعية، ما زال المتنفذون القابضون على السلطة يمارسون نصابهم واستهتارهم بمقدرات الشعب، فيستثمرون فيستمرون بعقد صفقاتهم المشبوهة ومحاصصاتهم المقيتة. شاهدنا جميعنا ما حدث اليوم من اعتذار شخصية جدلية رفضناها من قبل متمثلة بالزرف، وتكليف شخصية جديدة لمنصب رئيس الوزراء للفترة الانتقالية، وإن هذه الشخصية الجدلية المتمثلة بمصطفى الكاظمي مرفوض أيضا، مرفوض